علي ولد بلادي دار دابا الله وينا حنا عندنا شي حوت مرجان ما كنشريو من المرسى المرجان عنده البحر ولا إذن لازلنا في تسجيل المنطقة صافي ديتو شاف ديكيب شاف ديكيب أباك شاف ديكيب أباك تكلمنا على تكلم كيفاش شفتوا من الاول حتى الاخر قلنا غير باختصار يعني كيفاش شكون مين جبتوا الحوت شكون جابوا يعني كيف وزعتوا المهام بيناتكم الفريق ولا انتوا كامل كيفاش مين جبتوا هذا الحوت هذا شنو اللي عملتوا الطبق ديال التكره اللي عملتوا في الحرق ساكن ما كيعرفش الحرقه نعم وعندكم يعني شلايص اللي عملتوا المقبلات اللي عملتوا تما وخلى ناس تجمع عندكم ياك زعلوك ياك هادشي هذاك زعلوك وخاريكم لوبيا لوبيا خضراء لوبيا خضراء والزيتونة خاي الشلاضة هي خاي شفتو بزاف ديال الشيء كتشوف بزاف راه ما عندك راه وكان حاولنا نديرو ليه خلط عندكم خضار خضار خلطة حاولنا نديرو ليه ترويج زعما بيناش نديرو دوك الطبلة ديالنا شارجي مزيان تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم كنعرفوا مرجان كنخدم بليكيب و بلاتي يعني كان عندكم إدارة واعرة في التدبير ديال التكلة ديالكم بغينا نعبروا على التكره العريشيه ما كثرناش بزاف ديال داكشي ديال لي موديل جدادين الشراده كذا الطابله كلها عريشيه كلها عريشيه واحد فيها انا راه عشت ما عشتني غير الطاجين المهم انا كنقول لكم الله يحفظكم الشبابيه وعيطوا لنا ديك الساعه تروبي حتى تسناو السوق ان شاء الله ربنا مجهود راه عاد كنا مشغول هاد التطور هذا اخي اشوف